ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لزميلتنا لميا علشان نتعرف معاها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليكي لميا. صباح الخير عليكي منى، صباح الخير عليكي احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. دولار امريكي سعر البيع فيه 19.74 والشراء 19.67. اليورو سعر البيع فيه 19.79 والشراء 19.71. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.85 والشراء 22.76. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.96 والشراء 19.87. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.75 والشراء 2.74. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.25 والشراء 5.23. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.80 والشراء 63.54. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.37 والشراء 5.35. ودلوقتي نشوف أسعار متوسط أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهارده 974 جنيه للجرام، وعيار 24 عيار 21 سعر السوق النهارده 1136 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق النهارده 1298 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق 9088 جنيه. ونرجع مره ثانيه لمنى واحمد نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمنى.